السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة ويوم جديد في برنامج الحواري وفقراته المختلفة. في عام 2010 تم اختيار مدينة تريم في جنوب اليمن بمحافظة حضرموت عاصمة للثقافة الإسلامية، فإن مدينة تريم تهتم بالكثير من المعالم الأثرية والتاريخية، ونحن اليوم من أبرز هذه المعالم، ونحن اليوم من داخل قصر الرناد في تريم، أرض الحضارة وأرض الثقافة. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين، وحياكم الله بحلقة جديدة لبرنامج الحواري. نلتقيكم هذه المرة من أمام قصر الرناد الذي يقع في قلب أو وسط مدينة تريم، والذي يعود بناؤه إلى ما قبل ميلاد المسيح عيسى ابن مريم. نلتقيكم أعزائي المشاهدين بفقرات ممتعة وجميلة ومشوقة، وأكيد مشاركين جدد، والجائزة المقدمة من راعي هذا البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. خليكم معنا عشان نشوف فائزين اليوم بهذه الجائزة. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في السؤال التصاعدي. اليوم موجودين مع اهالي الديس الشرقيه وفي الديس الشرقيه، ومن خلفنا هذا المعلم التاريخي لمدينه الديس الشرقيه، ومعنا احد الاجداد هذه المدينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا فيك في برنامج الحواري. حياكم الله، يا مرحبا، شرفتونا احنا في الديس الشرقيه. الله يسعدك يا رب، ولنا الشرف، انتم اهلنا واخواننا واصدقائنا وابائنا. يا حياكم الله، يعطيك الصحه والعافيه. في احد فقرات الحواري هذه الفقره اسمها السؤال التصاعدي. في معانا ثلاثه اسئله تصاعديه، السؤال الاول عليه 20,000 ريال، والسؤال الثاني عليه 30,000 ريال، والسؤال الثالث عليه 50,000 ريال. يعني المجموع بيكون كم؟ المجموع بيكون هناك الاول 20 و30 50 واخرتها 50 100. 100,000 ريال ان تقدر انك تربح معانا 100,000 ريال في هذه الفقره. طيب السؤال دحين اللي قدمته لي الاولى 20 وبعد الاولى 20 وبعد 30 وبعد 50 صار 100. ايوه دحين بنعطيك السؤال، يعني انت لو جبت على هذه الاسئله بنحص العميل. تمام. ايوه في يلا نشوف السؤال الاول، والسؤال الاول يقول كم عدد اشهر السنه؟ 12 شهر. الثانيه 12 شهر. 12 شهر. ايوه نأكد. 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 نأكد 12 شهر ونشوف الاجابه. نسمع لجمهور أقوى تحية، لأنه الإجابة صحيحة وحصل معانا على مبلغ وقدره 20,000 ريال مقدم من الراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. شكرا على كل ما حصل. أنت الحين معك 20,000. أيوة. ونحن بنوصلك لل 100,000. الحين الاختيار اختيارك، يا أنك تواصل يا أنك تنسحب وتشل 20. بواصل. بتواصل. أيوة. آخر كلام. آخر كلام. قرر إنه يواصل. نشوف السؤال الثاني إيش هو وهل راح يجب عليه أو لا. السؤال التصاعدي الثاني يقول من هو بطل الخليج في عام 2023؟ برشلونة. العدد التنازلي. برشلونة. 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 كأس الخليج. لا رأس الخليج. كأس الخليج بسرعة. بسرعة. يلا. العراق. 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 انتبت العراق. العراق. يا جمهور انتبت. 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 بما أنه انتبت، بما أنه انتبت، الإجابة صحيحة. نسمع الضحية. الله الله وما شاء الله تبارك الله، أجاب على السؤال وحصل على مبلغ قدره 30,000 ريال مقدمة من الراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. الحين راح نعطيك حاجة، والقرار قرارك والاختيار اختيارك. في السؤال الثالث، تمام، خليك مركز معي. في السؤال الثالث ممكن إنك تنسحب بالخمسين وتأخذها. تمام. بسحب. بتنسحب. بنسحب. شوف شوف لو اجبت على السؤال، لو ما لو اجبت على السؤال الثالث راح تربح معانا على 50,000. بعطي فرصه للاخرين. بسحب. بتنسحب. بتشيل 50. لكن لو ما اجبت على السؤال الثالث بناخذ ال 30 وتبقى لك ال 20. طيب بسحبنا. بسحب. بتنسحب. ايوه. بتكتفي بال ما هو مشكله فرحتك. 50,000. بعطي فرصة للآخرين. بعطي فرصة للآخرين. ما شاء الله مستعجل رايح. لا ما رايح. فرصة للآخرين. وين؟ ما شاء الله راح وتركنا. لا وين؟ لا عندكم عندكم. أنا عندكم. عندك عندكم. تعال عطنا احنا الفلوس. ايش بتقدم لنا احنا؟ نحن قدمنا لك 50,000. شكر. ولا لو وجودكم في الديس الشرقية وينبت التراث، الديس الشرقية مركز التراث وساحة الحصن المشهورة بالديس الشرقية. وشكرا. الله
يعطيك العافيه، شكرا لك. الحين لوين رايح؟ انا عندكم هنا مكان استمع. هذاك عندك؟ عندكم. بس وين رايح الشرده دي؟ الشرده مطوله. عندك هنا عندكم تو فرصه للاخرين. لا عندك نسأل الاخرين. قرر انه يعطي فرصه للاخرين لكن راح وشل ال 50,000 وقرر انه ينسحب. والان مع شفنا من الديس الشرقية مشاهدينا الكرام نختتم هذه الفقرة من السؤال الصاعدي، وضيفنا مش عارف من راح لكن شلت 50,000 وراح. نبارك له ونشوفكم إن شاء الله في باقي فقرات الحواري المتعددة. أعزائي المشاهدين، من هذه الساحة وخلفي المعلم الأثري الإسلامي جامع سيئون نبتدأ مع فقرة الظرف والصندوق، وعندنا أحد الأخوة المتحمسين اللي بيكون معنا. اسمك؟ علي سيد العجمة. أهلا وسهلا يا علي. أهلا وسهلا بكم يا علي. أنت الآن موجود معنا في فقرة الظرف والصندوق، بعطيك مجموعة من الظروف. تمام، تختار أحد هذه الظروف، قد يطلع لك سؤال مهمة أو طلب تنفذها عشان ننتقل للمرحلة الثانية، مرحلة الظرف والصندوق، عشان نعرف إيش بتكون الجائزة تبعك. يا بتختار ما بين الظرف يا بتختار ما بين الصندوق، وبنعرف إيش موجود داخل الصندوق. جاهز؟ جاهز، بس إن شاء الله تكون أسئلة خفيفة كذا. إن شاء الله. لا إن شاء الله هذه سهلة. يلا نشوف حظك إيش بيكون. يلا اختار. يلا نشوف الظرف إيش بيطلع معك. إن شاء الله يطلع لك حاجة سهلة ما بين الطلب والسؤال والمهمة، وطلع معك طلب. الطلب يقول: نطلب منك أن تتحدث اللغة العربية الفصحى دقيقة دون أن تنقطع أو تقطعها بكلمة محلية. يعني ما تجيبش ولا أي كلمة يعني من لهجتنا الشعبية وكذا. تمام، يعني كله لغة عربية فصحى لمدة دقيقة. يلا المايك معك، تكلم. لا خلينا. إلى أين أنت ذاهب؟ فهل أنت هل تريد تخرج إلى السوق؟ فاحضر لنا الخضرة والفواكه، لأن أمك منتظرتنا في البيت من شأن تعمل لنا وجبة غداء سريعة، ولهذا نريد منك في أسرع وقت أن تحضرها. كيف تشوفوا شباب؟ هذا وقت. يلا طيب، حاول ما تدخلش اللهجة العامة لأنك دخلت اللهجة العامية قليل. تمام. يلا. ذهب عمر إلى السوق ولما رأى الشباب متجمعين فخاف منهم من شدة الخوف فهلع وذهب إلى بيته، فلما راه أبوه قال: ماذا بك؟ قال: لقد أفزعوني الشباب الذي كانوا موجودين في السوق. لماذا؟ هل أرادوا منك شيئا؟ قال: لا، إنهم بس أفزعوني. استمر. أفزعوني بكثر مشيتهم وهم يصرخون أمامي وهم يهلعون قفاي. مشت الدقيقة قفاي. كيف تشوفوا؟ جاب اللغة العربية تمام، ما دخلش ولا أي كلمة محلية كذا ولا كذا، كله تمام. يعني يمكن معك حبة حبتين دخلك كذا عليك بالغلط. حلو، يلا مشيت. حلو، وصلنا لمرحلة الظرف والصندوق الآن مع الأخ الموجود معايا علي. أنا بعطيك أول ظرف، تختار ما بين الظرف والصندوق الموجود معك. يلا أول ظرف موجود معك، تختار ما بين الظرف ولا الصندوق؟ ها؟ ظرف. طيب لا شوف يا ريال، خاف الصندوق ذا في شيء. انا حاس انه ذا الصندوق في شيء، في شيء حاس انه. شوف ممنوع، بعدين بنعرف، كلنا بنعرف. بغيت الصندوق لانه بصراحه على لا تروح قناه حضرموت على قولهم ما يهمك شيء ولا تهمر شيء، في قناه حضرموتنا تحصل كل شيء. أنا أحياناً نفتح ما نحصلش إلا مرقة دجاج. نحصل معي يا جماعة ولا أنتم معي؟ أنا بغيت بشوف أهلي في الصندوق ذا. لو طلعت لك حبة أندومي؟ ها؟ لو طلعت حبة أندومي؟ وإذا ما طلع أندومي هذه المشكلة والله. ها؟ شوف حظك. طيب يا جماعة بالخير، بغينا الصندوق نحن. أنا أزيد اللي في الصندوق هنا بغيناه نحن. بزيد أغريك بظرف ثاني. من قال لك؟ ها؟ بدأ يغير رأيه. ها؟ يعني في إغراءات. ها؟ ظرفين ما بين الظرف او الصندوق. يلا انا مصر على الصندوق. ايوه ماشي، يفكلوا الصندوق. الا طيب يا شباب اللي موجودين ايش تختاروا، ظرف ولا صندوق؟ صندوق. صندوق. كلهم يقولوا صندوق. مصر على الصندوق لانه انا حاسس الصندوق انه دسم في ويبي دسم. لو طلع لك حبه اندومي؟ لا اندومي حبه تونه. مشكله تونه. طيب لا روح تسوي كبسه شوف. لا انا مصر على الصندوق. طيب ازيدك الظرف الثالث. بسرعه الصندوق.
ظروف ما زلنا ولو 10 ظروف يا بنت الصندوق كذا ما هن ارهاف ارهاف دار ما بين الظرف ظرف لا انا لازم ظرف رزين كذا بانشله بانخله انصر على الصندوق والصندوق لازم بكلم الصندوق 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 يا اما ارهاف ارهاف ذيلا ايش دراك؟ ما ينفع شي فيها سعودي سعودي ما اعرفش انا والله كان بيزيدون يمكن عنا قد يكون عملات قد تكون ورقه واحده يمني لا 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 انت وحظك يعني انا سمعوه كيف بنشوف الظروف اللي ورايا ايش يقولوا؟ احنا بغينا له صندوق اقلبي كذا بنشوف كذا عليها ها كلنا بنعرف لا الظروف لا لا الظروف بنعرفها بعدين والله انا مصر على الصندوق الصندوق يعني الصندوق اخر كلام شي ذهب في صندوق لا ما ادري انت وحظك يا اندومي ودقيق لا لا انا ابغى الصندوق صندوق الحلقه كيف الصندوق 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 ثقيل خفيف الصندوق ما اشوفك الصندوق اللي داخل الصندوق الصندوق ما هو لا كذا لا لا كله كله نحن نحب كل شيء هاتوا الصندوق اي معه حسه عند الصندوق الصندوق مصرين على الصندوق الناس كلهم يبغوا يعني كلنا نثبت على الصندوق صندوق لا 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 يا ما عندنا حبا نتوكل على الله ها نتوكل على الله ثلاثة ظروف لك لا 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 ترفق عليه أنا ما أنا قبيلي حزك الله أنا لا أم طحفتهم ها يلا يلا آخر كلام آخر كلام آخر كلام علي آخر كلام الظرف ولا الصندوق والله أنا حس الظروف يا ما أيوه غير رأيه على الله والظروف على بركة الله الظروف يا معه الظروف طيب ايش اللي خلاك تغير رايك؟ ايش اللي خلاك تغير رايك؟ الظروف والله ما درينا يا اخي ما اتخذ قرارك ما بين الظروف او الصندوق اوكي اراش انا وياش نقسم الغلة اخر شيء بنقسمها انا وياش بعدين تحنب لي تقول هي علمتنا اختار حاجة واحدة يا ظرف يا صندوق الصندوق اخر رايك ظرف ولا صندوق؟ خلاص صندوق متردد صندوق لا لا خلاص خير صندوق صندوق خلاص الصندوق الصندوق آخر كلام صندوق توكلنا على الله صندوق آخر كلام آخر كلام آخر كلام على الصندوق خلاص واسمعنا أقوى تحية اختار الصندوق طيب قبل ما نفتح الصندوق بنعرف إيش في داخل الظروف جاهز جاهز طبعا الظروف هذه خلاص راحت عليك إن انت تبعك بيكون كل اللي داخل الصندوق ان شاء الله تمام يلا نشوف اول ظرف موجود معك شوفوا انت ايش داخله 1000 ريال 1000 ريال الظرف الثاني 100 سعودي ذوق في 100 انت ليك انت تقول سعودي داخل صح واو 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 راحت عليك ال 500 كم تنصرف؟ معلش خلاص 50 معلش زعل ال 500 كم تنصرف هنا؟ تنصرف 153 153 راحت عليه 163 500 سعودي يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام يلا يلا على خلاص خلاص باختيارك الان زعلت صح؟ خلاص راحت راح نصيبك مش نصيبي طيب هذه ثلاثة ظروف رجعت لإدارة البرنامج 1000 ريال سعودي راحت عليه وراحت عليه 1000 ريال يمني خلاص معلش كتبت نقول كتبت خلاص شوف الكبدة لا عندي نصيبي مش نصيبي الحمد لله مش نصيب لكن احنا بنعرف ايش نصيبك هنا في الصندوق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير انا كنت قلت في قناة من قناة حضرموت تحصل كل شيء ان شاء الله نحصل كل شيء ان شاء الله انت يلا يلا تعالوا شوية الشباب اللي هنا يلا جاهز نفتح جاهز نفتح ان شاء الله تطلع لك اكثر من اللي كانت بالظروف علي علي ركز معايا الناس كلهم يقولوا يا ريتنا انت اخترت الظروف خلاص راحت علينا خلاص يا 320 الف و1000 ريال يمني راحت علينا خلاص راحت عليك نصيبك الله اعلم نصيب من باقي الفقرات لبرنامج الحواري وخاصه فقره الظرف والصندوق يلا جاهز نفتح الصندوق صندوق خلاص فتح الصندوق يلا نشوف حظك ايش بيكون واحد اثنين ثلاثه اندومي قالوا له كرتون اندومي يا جماعه مو اندومي كرتون اندومي ومعجون اسنان يا سلام حلو حلو خلاص نقفل الصندوق
نرجع لورا. شوي شباب. يخشخش يا جماعه يخشخش. فتحنا الصندوق تبع علي وحصلنا ظرف فلوس وحصلنا كمان اندومي وحصلنا معجون اسنان سواكف. حلو. كل هذه المنتجات سوق وناكل اندومي. حلو. منه هو ده على الله بر. طبعا حصلت على هدايا مقدمة من مجموعة من هلابي التجارة والصناعة الراعي الرسمي لهذا البرنامج، وأيضا حصلت على ظرف فلوس. افتح الظرف الفلوس ونعد الفلوس، وتقريبا الفلوس ما بتوصلش للثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح كيكة. يلا كلنا نعد سوا الفلوس اللي طلعت له. يا سلام. يلا 150. طيب انا في علم ولا في علم يا جماعه؟ ما بدا اشوف تعدي كمان هذه. اوه لكن جزاكم الله الف خير ما قصرت. يلا عدها الان. بتعرف تعدها؟ لا لا بغت عند الصراف بعد روح بشان تروح. عادي انا بساعدك. اقسم نص لا عندي. لا اقسم نصها عندي عشان تعرف تعدها. 200. يلا ما شاء الله من كثرتها ما اعرف ايش يعد. نعد المجموعه الاولى. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. بعد ما عدينا الفلوس كلها سوا كم طلعت؟ 200. 200 ألف. 200 ألف ريال ومبروك عليك ال 200 ألف ريال. اسمع لها أقوى تحية. هذه كلها محتويات الصندوق لأن اختار الصندوق، وأيضا معك كرتون أندومي، ومعك أيضا مجموعة متنوعة من مجموعة بن هلابي التجارة والصناعة، وأيضا معك كيس الدقيق، ومعك أيضا المجموعة المتنوعة بن هلابي للتجارة والصناعة الراعي الرسمي لهذا البرنامج، وأيضا كرتون تونة القمة. اسمع لي أخوة تحية. يا سلام. علي مبسوط؟ مبسوط. كيف حل محتويات الصندوق؟ ما شاء الله أحسن من الألف ريال سعودي. أحسن من الألف ريال. أحسن أحسن بألف مرة. على فكرة حظك كان حلو. هذا من خيرات بلادنا. أحسن شيء هذه. أحسن من الفلوس إن شاء الله. وأنا كنت قلت لكم إن بغيتوا شيء ولا شيء خلوكم مع قناة حضرموت تعطيكم كل شيء. سلام. ومع هذا الختام الحلو. شكرا شكرا. اذا ومع هذا الختام الحلو اعزائي المشاهدين نختتم فقره الظرف والصندوق وننتقل لباقي فقرات البرنامج. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقره الطفوله، الفقره التي من خلالها نتعرف على اطفال جدد من محافظات ومدن مختلفه، الفقره الرائعه، الفقره الجميله التي نشاهد فيها مواهب طفوليه، وكالمعتاد يسمح معاي فريقي وسمح معاها فريقها. فقرتنا لهذا اليوم في فقره طفوله متميزه عشان اخترنا من مدينه الغيضه اطفال بيتكلموا اللغه المهريه، عشان كذا انا عندي فريقي متكون من بنتين تتكلم اللغه المهريه، وايضا عمر عنده ولدين يتكلموا باللغه المهريه، بنتعرف عليهم اكثر وبنشوفهم ايش بيقدموا لنا باللغه المهريه عشان يكسبوا جائزه الفقره وجائزه البرنامج المقدمه من مجموعه بن هلابي للتجاره والصناعه. انا بتعرف على فريقي، اول طفله موجوده معايا اسمك؟ ملاك خالد. وانت؟ خديجه صالح. يا سلام. انا عندي ملاك وعندي خديجه الموجودات بفريقي يا عمر، وانت فريقك؟ وانا عندي الشجعان والاقوياء. جاهزين؟ جاهزين. اسمك؟ علي صالح. علي صالح. محمد صالح. محمد صالح. اكيد جاهزين ومتحمسين. زي ما شفتوا سماح قالت انه حلقه اليوم راح تكون خاصه باللغه المهريه، اللغه الجميله والرائعه، وراح تعلمونا بعض الكلمات المهريه. نعم. تمام. نعم. والله يعطيك. من الحاجات الحلوه الموجوده هنا في محافظه المهره وتحديدا في مدينه الغيضه ان الاجداد بيورثوا لغه المهريه، وهذه الحاجه الحلوه اللي فيهم، واحنا تعمدنا في هذه الفقره من فقره الطفوله نكتشف الاطفال اللي بيتكلموا اللغه المهريه ونتعرف عليهم وكمان نتعرف على اللغه ونسمع ايش يتكلموا. طيب انا اول طفله موجوده معي بشوف مشاركتها ايش بتكون، والطفله الثانيه بشوف مشاركتها ايش بتكون. هذه قالت بتجيب لي الأرقام من 1 للـ10 باللغة المهرية. يلا
طاد تراسا طايت روبوت خموي تيتي بايت منيتي سايت سريت. يا سلام، وبشوف مشاركة الطفلة الموجودة معايا. سكر بريكي شنا وبارو داني دين قولي من جمها وظايفة داني دين شفا دبر كاي خايفة داني دين. بس طيب ايش كنت تقولي عشان الناس اللي بيتكلموا عربي ما بيعرفوش ايش كنت تقولي بالمهري؟ امدح مدينتي. تمدحي مدينتك، في وين مدينتك؟ في حصوان صقر. في المهري نفسه؟ ايوه. حلو، انا سمعت المواهب اللي معي، باقي نسمع المواهب اللي موجودة معاك. وما شاء الله الابطال والشجعان والاقوياء يتحدثون اللغه المهريه وحابين يشاركون هذه اللغه لكل المشاهدين في فقره الطفوله. جاهزين؟ جاهزين. متحمسين؟ متحمسين. نبدا من عندك ولا من عنده؟ من عنده. يلا ايش بتقدم لنا؟ حيبك مون، يعني ابوك من، يعني بتعلمنا اللهجه المهريه. إيه. ما شاء الله، والناس كمان بيتعلمون اللهجه المهريه. يلا علمنا احنا. حيبك مون، يعني ابوك من. حيبك مون. حيبك مون. حيبي صالح. يعني لو قلت لك انا حيبك مون بتقول لي ارد حيبي صالح. حيبي صالح يعني والدك صالح. جميل جدا، تعرفنا على معلومه عادك اكثر. همك مون، يعني اسمك من. همك مون. علي. علي. همك مون يعني اسمك من؟ علي. انت انا برد عليك علي. علي علي علي. يعني علي تقولون لا علي عادية. علي علي. علي علي. يعني ايش هيبك مون؟ هيبك مون يعني ابوك من. هيبك مون ابوك من. الثانية؟ همك مون يعني اسمك من. همك مون يعني اسمك من، جميل جدا. في عدة معلومات أخرى؟ تامال هي يعني تعمل ايش؟ تامال هي. تامول هي. تامول هي يعني ايش؟ تعمل هيش. يعني تعمل ايش؟ ايوه. يعني لو قلت لك الحين انا تامول هي اعمل خبز. خبز؟ تحب اكلة الخبز؟ وما شاء الله نشوف اخوك البطل، تعال تعال عشان الناس كلهم يشوفونك في الشاشة. ايش بتقدم لنا احنا؟ اغنية. اغنية بس اهم حاجة تكون اغنية مهرية. ساقرة الحامية والرجال هم يلبتوا في حل الجية وجنودهم قوية. قوية. هلك واصل. يلا أنت حافظها. يلا شيل معاه. الحمية والرجال هم يلبتوا حل اللقية وجنودهم رؤوس الجبال. صقر الحمية والرجال هم يلبثوا حل اللدية وجنودهم قوية. وما شاء الله الأبطال الأولية، عرفنا عن اللهجة المهرية وبعض الكلمات الأساسية في هذه اللهجة الجميلة، والثاني أعطانا أغنية باللهجة المهرية كما شاف جميع المشاهدين من خلف الشاشات وجميع المشاهدين الموجودين هنا وزميلتي سماح كمان. وأكيد نقدم لهم الجوائز الرسمية لهذه الفقرة المقدمة من الراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بن هلال للتجارة والصناعة. وهذا كرتون أندومي لكل الأطفال المشاركين، ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية. راح يتقاسمون، أكيد راح يتقاسمونه ما بالتساوي ما بين جميع المشاركين. صراحة استمتعنا، ومجموعة بن هلال للتجارة والصناعة يا سماح قررت أن تعطيهم عادة جوائز ثانية، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله مبالغ مالية للأطفال الموجودين معنا. هذا أول واحد ليك، وهذا ليك، وهذه الأطفال اللي موجودين معك يا عمال. الأبطال الشجعان اللي شاركونا في هذه الفقرة من فقرة الطفولة، استمتعنا باللهجة المهرية الجميلة، اللهجة الرائعة التي كنا في المهرة ومع أهالي المهرة وعلمونا اللهجة المهرية بكلماتها المختلفة. إذن أعزائي المشاهدين، إلى هنا انتهينا من فقرة الطفولة، ننتقل لباقي فقرات برنامج الحواري، وخليكم معنا. عندما يسألونك الناس عن أعظم الأعمال الإنسانية، حدثهم عن جبر الخواطر. ونحن اليوم أعزائنا المشاهدين راح نجبر بخاطر أسرة جديدة. اليوم راح نترك بصمة في فقرة سددنا دينك من سيئون الطويلة، ومعانا هذه البقالة، بقالة جتمة من سيئون الطويلة وحواريها المختلفة. راح ندخل إلى البقالة، وللعلم ضيفي لم يكن متواجد الذي نسق لنا هذه الفقرة بسبب الخصوصية ولا يحب أن يظهر أمام الكاميرا، لكن أنا متواجد وطاقم الحواري متواجد ليسدد دين الأسرة التي راح تكون معانا في سددنا دينك. راح ندخل إلى البقالة مع بعض. ما تشوفون مشاهدين الكرام، نحن من داخل بقالة جتمة في حواري جتمة بسيئون الطويلة، ومعانا صاحب هذه البقالة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا عن اسمك.
محمود أمين عباد. الله يعطيك الصحة والعافية، كيف صحتك طيبة؟ الحمد لله في نعمة. بارك فيك، ما شاء الله من حارة جتمة. أيوه. تواصلنا مع أحد المنسقين في هذه الحارة وقال إنه في إسرة تسمى بإسرة أم أمجد. أيوه. أم أمجد. أم أمجد. أيوه. أم أمجد قالوا تعاني من ظروف معيشية وعندها كثير من الديون عندك. أيوه. أنت تعرف أم أمجد شخصياً؟ أيوه نعرفها. طيب ممكن تحدثنا عن كم معاها أولاد وأمجد ومن؟ مع ولد وبنت. طيب ممكن تقول لي كم لها فترة أم أمجد لم تسدد دينها؟ حوالي يمكن قريب 7 أشهر. ما شاء الله 7 أشهر لم تسدد الدين. جيب قصد على شوي شوي. يعني الحين كم الدين عندها؟ 223. 223 ألف ريال راح يتم تسديدها لأم أمجد المشاركة معانا في فقرة سددنا دينك في حواري سيئون. ممكن أن احنا نتصل بأم أمجد من قبل طاقم البرنامج ونبشرها بشارة خير أنه تم تسديد دينها 223 ألف ريال. ممكن تجيب لي طاقم البرنامج؟ الحين راح يجي الاتصال مع أم أمجد. الحين كما تشاهدون مشاهدين الكرام يجري الاتصال مع أم أمجد ونبشرها بشارة خير أنه تم تسديد 223 ألف ريال لصاحب بقالة جتمة في سيئون. إن شاء الله يا رب تجاوب. للأسف لحد الآن لم تجاوب. الرقم الذي تتصلون به للأسف أجرى الاتصال ولم تجاوب، لكن راح نحاول مرة أخرى وإن شاء الله بإذن الله تجاوب في المرات القادمة. ممكن تحولي الاتصال مرة أخرى. الرقم الذي تتصلون به للأسف أم أمجد لحد الآن لم تجاوب على الاتصال، لكن راح نستمر في المحاولة ونجري اتصال مرة أخرى عشان تجاوب. ممكن تعطينا رقم أحد من الأهل؟ رقم البيت. رقم البيت. أيوه. راح يتم الاتصال على رقم البيت. حضر لي رقم البيت لطاقم البرنامج. وما زال طاقم البرنامج يحاول الاتصال لأم أمجد لكن لم تجب، وتواصلنا على الرقم الثابت الخاص لبيت أم أمجد وإن شاء الله بإذن الله تجب أم أمجد معانا في الاتصال. الحين يدق وإن شاء الله بإذن الله تكون تجب على الاتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أم أمجد كيف حالك؟ الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية، ما شاء الله من حارة جتمة. أيوة. نحن الآن في بقالة جتمة معاش طاقم برنامج الحواري من تلفزيون حضرموت. في معانا فقرة اسم هذه الفقرة سددنا دينك، تمام؟ أوكي. خليكي مركزة معي. نحن تمام. في فقرة سددنا دينك جينا إلى بقالة جتمة وقال إنه أكثر دين داخل هذه البقالة عند أم أمجد. ممكن تحدثينا أم أمجد عن ما سبب لم تسددين هذا الدين؟ أم أمجد؟ أيوه. ممكن تحدثينا وتقولي لي يعني ما السبب اللي ما خلاك تسددين هذا الدين اللي هو 223 ألف عاد؟ والله الظروف صعبة. ظروفكم المعيشية صعبة؟ أيوه. طيب ممكن تقولي لي كم عمر أمجد؟ حوالي يمكن 22. 20 سنة. طيب إيش شغله؟ يشتغل حمالة. حمال يحمل يعني شغل عام. طيب كم يحصل دخل من هذا الشغل؟ والله يمكن على التحمول الوحدة يحصل 2000 2500. وهو الوحيد اللي يصرف على البيت؟ ايوه مش مدخل. يعني هو أمجد الوحيد اللي يصرف على البيت كامل. أم أمجد؟ ايوه. ممكن تقولي لي ايش الاشياء اللي اخذتيها من بقالة جتمة؟ والله زي الحليب. في معاكم اطفال؟ لا يعني السكر حق اصحاب السكر. يعني زي احتياجات البيت زي ما نقول. ايوه. الله يعطيش الصحة والعافية وحابي بالشركة يا ام امجد. ام امجد؟ أيوه. طاقم برنامج الحواري والراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بين هلابي للتجارة والصناعة
حاب يبشرك بشارة خير بإذن الله ويقول لك تم تسديد دينك اللي هو 223,000. جزاكم الله خير. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. رسالة أخيرة أم أمجد توجهيها لكل المشاهدين عبر شاشة التلفزيون حضرموت وعبر برنامج الحواري. والله نقول جزاكم الله خير ولكل من ساهم في تسديد هذا الدين. الحمد لله. وكل الشكر يعود لك يا أم أمجد وكل الشكر يعود إلى صاحب البقالة صاحب بقالة جتمة على الصبر ما شاء الله تبارك الله 7 أشهر لم يتم تسديد هذا الدين. شكرا لك يا أم أمجد. في أمان الله. يعطيك الصحة والعافية وبإذن الله صفحة جديدة إن شاء الله. بإذن الله يعطيك العافية وأي خدمات لك ما نقصر. لا سلامات. الله يبارك فيك يا رب. كما شاهدتم مشاهدينا الكرام الاتصال الذي جرى ما بيني وبين أم أمجد وشفنا ظروفهم المعيشية والحين راح نحول لصاحب البقالة وهذا المبلغ 223,000 ريال مقدم من الراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بن هلال للتجارة والصناعة تفضل هذا لتسديد دين أم أمجد سعيدة الحظ معانا في فقرة سددنا دينك لهذه الحلقة ممكن تحسب المبلغ وإن شاء الله بإذن الله يكون كامل متكامل. المبلغ 223 ألف ريال لتسديد دين أم أمجد المشاركة معنا في الحواري لهذه الفقرة فقرة سددنا دينك مقدمة من الراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. ممكن تطلع لنا الورقة المسدد اللي فيها دين أم أمجد ونفتح صفحة جديدة بإذن الله. هذا المبلغ عليه هذا 223,500. اشطب المبلغ مسدد. المبلغ 223 ألف ريال مسدد لأم أمجد المشاركة معانا في برنامج الحواري من سيئون وبقالة جتمة في سيئون. يعطيك العافية شكرا لك شكرا لكل المشاهدين وكذا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة نشوفكم في بقية فقرات الحواري المختلفة والمتعددة. أعزائي المشاهدين نكون وإياكم انتهينا من حلقة اليوم لبرنامج الحواري هنا في هذه المدينة الجميلة مدينة الشحر من أمام اللوحة الفريدة المعمارية سدات العيدروس من أرض التاريخ من أرض الحضارة من أرض الثقافة والفن. لا ننسى يا سماح سؤال الجمهور الذي من خلاله الجمهور راح يشاركونا في برنامج الحواري بفقرة سؤال الجمهور راح يطلع لهم تقرير في نهاية هذه الحلقة ومن خلال هذا التقرير في إجابة سؤال الجمهور لهذه الحلقة ولهذا اليوم. ولا ننسى الجائزة المقدمة من الراعي الرسمي لهذا البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة وفي أمان الله. يعتبر التفاح من أكثر أنواع الفواكه انتشارا في العالم ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. ويعتبر التفاح مصدرا جيدا لمجموعة من الفيتامينات خاصة فيتامينات بي بالإضافة للألياف والعناصر الغذائية الأخرى المفيدة للجسم. السؤال: يعتبر التفاح مصدرا جيدا للفيتامينات خاصة فيتامينات